بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي في مادة لغتي الجميل. بحول الله وقوته سيكون لدينا موضوع جميل. الموضوع هذا عبارة عن إثراءات. رقم واحد، عن ماذا تعلمته في هذه الوحدة الثالثة؟ سنقدم لك تغذية راجع وسنسترجع المعلومات التي قمنا بدراستها سويا. كتاب لغتي الجميلة أمامك وكذلك كراسا وقلما. ننطلق. نقول الأهداف التي سنحققها بحول الله وقوته من هذا الدرس أن يستذكر الطالب الأساليب اللغوية وأنواعها، كذلك أن يستذكر الطالب خطوات القراءة المتعمقة. إذا سنبدأ بالاستثناء. لو قلت لك أخبرني عن الاستثناء، وما هو الاستثناء؟ من يعطينا تعريفا للاستثناء؟ أحسنتم أيها الرائعون. نقول إذا الاستثناء هو إخراج ما بعد إلا أو غيره أو سوى من حكم ما قبلها. فنقول تسلمت الطالبات الجوائز إلا الغائبات. ما بعد إلا هو أي كلمة؟ أحسنتم، الغائبات. فنقول أنها خرجت من حكم ما قبلها وهو تسلم الجوائز. إذا الغائبات لم يسلمن الجوائز. إذا الاستثناء هو إخراج ما بعد إلا أو غيره أو سوى من حكم ما قبلها. أحسنتم. نبدأ ونقول أصوغ على غرار النموذج المعطى زرت مدن المنطقة الشرقية إلا مدينة الجبيل. أريد أن أصوغ على نفس هذا المستوى وعلى نفس نموذج المعطى. فنقول اصطف الجنود في المعسكر إلا. ما رأيكم؟ أحسنتم. فنقول إلا جنديين. حفظت لدينا فراغ غير بيتين. أحسنتم. نقول حفظت القصيدة غير بيتين. وصلت. أحسنتم. الطائرات سوى طائرة. إذا نحن قد صغنا على نفس نموذج المعطى وعلى غرار النموذج المعطى لنا. هنا أضع أركان الاستثناء في مكانها المناسب. نقول أن أركان الاستثناء تتكون من ماذا؟ أحسنتم. مستثنى من، وبعد ذلك أداة الاستثناء، ثم المستثنى. فنقول اصطف الجنود في المعسكر إلا جنديا. أنا أريد منكم أن تستخرجوا المستثنى من وأداة الاستثناء والمستثنى. فنقول المستثنى من. أحسنتم. الجنود. وأداة الاستثناء. أحسنتم. إلا. والمستثنى الذي أخرجناه من حكم ما قبله. أحسنتم. جنديا. إذا نحن قد أكملنا بأركان الاستثناء وعرفنا أنها المستثنى من وأداة الاستثناء والمستثنى. نكمل. الترجي والتمني. كان لدينا درس بعنوان الترجي والتمني. من يعطينا تعريفا له بسيطا؟ أحسنتم. أحسنتم. فنقول أن الترجي هو انتظار أمر مرغوب فيه يتوقع حدوثه ومن أدواته لعل. أما التمني طلب أمر محبوب لا يتوقع حدوثه ومن أدواته ليت. إذا الترجي أنا أرغب به ويتوقع حدوثه. التمني أمر محبوب ولكن لا يتوقع حدوثه. أعبر عن الجمل الآتية بأحد أسلوبي التمني والترجي أو الترجي. السلام دائم بين الشعوب. ماذا سنقول؟ أعبر عنها إما بأسلوب تمني أو ترجي. أحسنتم. نقول لعل السلام دائم بين الشعوب. ثم لدينا روح الإنجاز تعم أبناء الوطن.
أحسنتم، فنقول ليت روح الإنجاز تعم أبناء الوطن. لدينا الجميع يتعاونون في المحافظة على الممتلكات العامة. أحسنتم، فنقول لعل المواطنين يتعاونون في المحافظة على الممتلكات. أكمل الفراغ بما يناسبه. لدي لعل أم ليت، أكمل بها هذا الفراغ. الرحمة تملأ قلوبنا. ماذا سأختار؟ أحسنتم، إذن لعل الرحمة تملأ قلوبنا. لدينا كذلك أكمل الفراغ بما يناسبه. لعل أو ليت، العمر الذي انقضى يعود. أحسنتم، فنقول ليت العمر الذي انقضى يعود. ثم بعد ذلك كان لدينا التوكيد، درسناه وقمنا بحل تدريبات عليه وكنتم رائعون. الآن أنا سأسألكم ما هو التوكيد؟ أحسنتم، إذن لفظ يقصد به تثبيت المعنى في نفس السامع، كذلك لابد أن يتصل بضمير. التوكيد بكل وجميع يفيد الإحاطة والشمول. إذن التوكيد لفظ يقصد به تثبيت المعنى في نفس السامع، شرط أساسي أنه لابد أن يتصل بضمير. التوكيد بكل وجميع يفيد الإحاطة والشمول. نبدأ، أضع في الفراغ مما يأتي الكلمة المناسبة، كلها أم جميعها. حفظت الصورة، بماذا سأكمل؟ أحسنتم، كلها، بارك الله فيكم. غسلت الفواكه، أحسنتم، جميعها قبل إعداد مائدة الطعام. إذن نحن قد استخدمنا أسلوب التوكيد، استخدمنا كلها، جميعها، لاحظنا أنها تفيد الإحاطة والشمول، كذلك اتصلت بالضمير، هذه جميعها كلها. لدينا الآن الاستراتيجية القرائية. نقول دوما لكم أيها الطلاب أن هنالك طريقة معينة لابد أن تستخدموها حينما تقرؤون، هي ستختصر عليكم الوقت وستكون ذات فائدة لكم. هل يعقل أن تذاكر لمادة ما في يوم وليلة؟ نقول أن ذلك طريقة خاطئة، فلا بد أن يكون لديك من قبل قراءة مسبقة لهذا الموضوع وبعد ذلك تلخيص لهذا الموضوع للأفكار الرئيسية الموجودة فيه وتحويلها إلى سؤال والإجابة عليها وبعد ذلك التأكد من الإجابة. هكذا ستختصرون الوقت. أنتم الآن مقبلون على فترة اختبارات، فنقول لكم لابد أن تسيروا على هذا النهج، فهو يختصر لكم الوقت وكذلك يجعلكم تركزون على المعلومات ذات الأهمية. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. نقول الآن سوف يكون لدينا استراتيجية ماذا؟ أحسنتم، استراتيجية اللي هي الاستراتيجية القرائية. فنقول ما هي خطوات القراءة المتعمقة؟ إذا من خلال هذا النموذج سنقوم باستكمالها وسوف تعرف أو تتعرف إلى أو بمعنى أصح تقوم باسترجاع خطوات القراءة المتعمقة التي قمنا بدراستها وكذلك طبقنا عليها نصوصا. فنقول الخطوة الأولى أقرأ النص الواحدة في ماذا؟ في كم خطوة؟ أحسنتم، 5 خطوات. الخطوة الأولى أستطلع، ما معنى أستطلع؟ أقرأ الفقرات لتحديد ماذا؟ أحسنتم، لتحديد الفكرة الرئيسة لكل منها. دعوني أخبركم بأمر ما، الفكرة الرئيسة ستكون موجودة إما في بداية الفقرة أو في منتصفها أو في نهايتها. ابحثوا في هذه المواضع وستجدون أن هذه الفكرة الرئيسة ستكون ملمة بجزئية الجزئية التي تحدثت عنها هذه الفقرة. فنحن كما نعلم أن النص
مقسم إلى فقرات. إذن أنا أستطلع أقرأ الفقرات لتحديد الفكرة الرئيسة لكل منها ودونها في الهامش. بعد ذلك أسأل أحول الأفكار الرئيسة للنص إلى سؤال أو أكثر، وأكتب السؤال على الهامش أو على ورقة خارجية. بعد ذلك أقرأ النص بتركيز وانتباه للبحث عن ماذا. أحسنتم، للبحث عن إجابات لأسئلتي التي طرحتها. وبعد ذلك أحسنتم، سأعدل أسئلتي بناء على نتائج قراءتي. ثم لدينا الخطوة الرابعة، أستذكر أغلق الكتاب ثم أجيب من أين، من الكتاب أم من ماذا؟ أحسنتم، من ذاكرتي على أسئلتي بعد تنقيحها. وبعد ذلك الخطوة الخامسة، أراجع إجاباتي وأقارنها بماذا؟ بالنص، لأتأكد أنها صحيحة وافية. إذا لدينا خمس خطوات القراءة المتعمقة، أستطلع، أسأل، أقرأ، أستذكر، أراجع. احفظوها جيدا واستعملوها في كل ما ستقرؤونه من نصوص أو حتى وقت استذكاركم، فهي نافعة ومفيدة. اختر الإجابات الصحيحة، ويطلب منك الآن أن تختار الإجابات الصحيحة. فنقول أحدد مما يلي خطوات القراءة المتعمقة للقراءة من أجل الاستذكار. هل ستكون إجابة واحدة؟ لا، أحسنتم، سيكون لدينا العديد من الإجابات. فنقول أستطلع أم أسأل أم أجيب أم أقرأ. أحسنتم، إذا سنقول أستطلع، وبعد ذلك أسأل، وبعد ذلك أحسنتم أقرأ. ستكون هذه من أجل الاستذكار. اختر الإجابة الصحيحة. إحدى هذه العمليات الآتية ليست من خطوات القراءة المتعمقة. نقول أحفظ، أستذكر، أراجع، أقرأ. ما رأيكم؟ أنتم نقول أحفظ، إذا ليست من خطوات القراءة المتعمقة. إذا ماذا تعلمت أيها الطالب من درس اليوم؟ أحسنتم، قمنا باستذكار واسترجاع الأساليب اللغوية وأنواعها. أحسنتم، بارك الله فيكم، قد كان لدينا ماذا؟ أحسنتم، الاستثناء والتوكيد والتمني والترجي. ثم لدينا بعد ذلك قمنا باستذكار واسترجاع خطوات القراءة المتعمقة. إذا هذا ما تعلمناه أو قمنا باسترجاعه من خلال درسنا لهذا اليوم إثراء آيات. فنقول لكم أنه لا بد أن تعودوا إلى الأساليب اللغوية وتبحثوا فيها وتقرأوا وتقوموا بوضع عنوان مثل الاستثناء، وبعد ذلك تبحث عن جمل وتطبق فيها وتستخرج أركان الاستثناء. ما هي؟ أحسنتم، المستثنى، وأحسنتم، أداة الاستثناء، والمستثنى من. بارك الله فيكم، بعد ذلك سيكون لدينا التوكيد بكل وجميع. إذن سيكون لدينا التوكيد بكل وجميع التي تفيد الإحاطة والشمول، وكذلك ما بها لابد أن تتصل بضمير. أحسنتم أيها الرائعون، ولدينا التمني والتردي. إذن هذه هي الأساليب اللغوية، ابحثوا عنها وقوموا بحل تدريبات أكثر حتى تتقنوا وتعتادوا عليها. بعد ذلك كان لدينا استذكار خطوات القراءة المتعمقة. قلنا لكم أنه لابد أن تطبقوها عن طريق استذكاركم للمواد الدراسية، وكذلك حين تقرؤون نصوصا لابد أن تطبقوا عليها خطوات القراءة. نقول في البداية ستبحث عن ماذا؟ أحسنتم، سأستطلع أبحث عن الفكرة الرئيسة. الفكرة الرئيسة أين سأجدها؟ في فقرات النص، إما في بداية الفقرة أو في منتصفها
أو في نهايتها. حتى أتأكد من صحة فكرتي الرئيسة أقوم بتحويلها إلى سؤال. أحسنتم، وإذا وجدت إجابة لهذا السؤال، إذا فكرتي صحيحة، وأدون كل ذلك في هامش. بعد ذلك ماذا سأفعل؟ سأتأكد من صحة الإجابة عن طريق ماذا؟ أحسنتم، إغلاق الكتاب واسترجاعها من ذاكرتي. إذا هكذا أنا أكون طبق خطوات القراءة المتعمقة. ونقول لكم أيها الطلاب الرائعون، بارك الله فيكم وجعلكم مباركين أينما كنتم. كل ما تتعلمونه قوموا بتطبيقه. الممارسة والتكرار والتطبيق تجعلكم تتقنون وتتفوقوا. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.